صباح الخير لكل يلي عم يشوفونا. رح نبدأ بأولى فقراتنا لليوم ورح نحكي عن ارتفاع ضغط الدم يلي طبعا هو حالة شائعة بتكون فيها قوة اندفاع الدم بتأثر على صحتنا العامة. طبعا ممكن يكون ضغط الدم ثانوي وحالة عرضية وكمان ممكن يكون حالة دائمة. تمام، يعني احنا لحتى نحكي بهذا الموضوع مفصلا وحنعطيكم أكيد نصائح غذائية ومعلومات أكثر عن هالموضوع مع أكيد الدكتورة ثواب الغبرة الاختصاصية بالتغذية. صباح الخير دكتورة، شرفتينا. صباحكم، يا اهلا وسهلا. صباح الخير دكتورة، اهلا وسهلا فيكي. عم نحكي عن موضوع جدا شائع، يمكن اكيد بنتمنى الصحة والسلامة للكتار، بس الكتار عندهم مشكلة الضغط، ولكن عم نحكي انه ممكن يكون في ضغط ثانوي، صح. حالة بتمر صح. وبتروح، وفي ضغط دائم، اذا فينا نميز بيناتهم. طيب حلو السؤال. هلا انا اللي حيستغربوا من اخواننا المشاهدين اني انا حقول لهم انه مرض الضغط يصنفوه انه مرض. الضغط، ارتفاع ضغط التوتر الشرياني عندك يا هو سياسة ذكية جدا من الدماغ بيعملها، يعني لازم تكون أحد وراءه حتى يحارب فيها حالة طارئة اجته. يعني مو كل احيان ضغط الدم هذا نحن نفكره مرض وانه هو لازم يتحرك، مو شيء سيء، بالعكس تماما. كيف اخذ صيت الكوليسترول انه هو شيء سيء وهالامور هيك كلياتها. ضغط الدم هو عبارة عن حالة ترافق بالغالبا عرض من الأعراض مثل ما قلتي، ضغط الدم الثانوي اللي هو جاي أساسه مرض من أحد الأعراض، كيف مثلا إنسان عندك يا عنده مشكلة مرضية مثلا قرحة بالمعدة بتعمل دوخة، غثيان، هالقصص هي. ضغط الدم يرافق حالة عرضية عندك يا معين، اضطراب معين حادث للجسم. ضغط الدم الأساسي أو ارتفاع توتر ضغط الدم الأساسي ما بنقدر نقول عنه مرض إلا إذا رافق لا سمح الله مشاكل عندك ياها أساساً كلى والأمور هي كلياتها، بيكون هي مزمنة معه بسبب عندك ياها طبيعة الأوعية الجدران الدموية داخل الكلى وداخل جسمه بشكل عام. تمام. الفكرة بدنا نميز إنه أنا إجاني حدا اسمعي طول حياتي متمتع بضغط سليم فترة معينة فات الضغط علي. القصة الأهم من هيك إني أنا جاي قبل ما يدخل الإنسان لدواء الضغط. ليه؟ دواء الضغط من أكثر الشيء اللي بيرعبني على مريض الضغط. مو يعني إني أنا عم حارب دواء الضغط اصحن، يعني مثلا يقول مثلا أنا إنسان عم بتعاطى دواء ضغط، لا تعال نهار بعد ما أسمع الحلقة بدي كبه، هذا الحكي كثير غلط. لأنه لكن هذا هي أدوية الضغط ولا إجت لتجي بعد فترة أنا معينة إنك أنت تاخذ دواء ضغط ثاني ثالث رابع خامس حتفوت بدوامة هذا الموضوع. تمام. شيء ثاني، إنسان ترك دواء الضغط ثاني نهار عندك يا طلع بالسما ضغطه، بيعملنا مشاكل وقصص وسير هي يعني احنا ما نصحى ابدا حبي. وان شاء الله في حلقات ثانيه حنحكي عن الانسان كيف بده يقعد يخفف ادويه الضغط تبعه، لكن احنا هلا بصدد انت لسه هلا ما فتت على دواء الضغط. وانسان عندك يا حتى اللي مريض الضغط يسمعنا، لانه هذا الاكل اللي حنحكي عليه حيحاول انه يخفف الاثار السلبيه لادويه الضغط. تمام. عفوا دكتوره، بس يعني الفكره انه يلي الاشخاص اللي بيعرفوا انه في حالات وراثه مثلا موجودة عندهم، هن يلي لازم يبلشوا يعملوا هذا الشيء قبل ما يكتشفوا إذا رح يطلع معهم أو أي لا. أي إنسان عند ممكن يتعرض لهذا الشيء. ليه؟ لأنه أسباب ارتفاع توتر الضغط الشرياني عديدة. هلأ نحن منقول الإنسان رب العالمين جهزه بجهاز عصبي ودي ونظير ودي. تمام. وقت بيتوتر الإنسان ولازم يركز والأمور، الجسم لا إراديا بيحول لك الدم من داخل الأحشاء إلى الأطراف وبيوسع الوعاء الدموي الطرفي. هلا اذا هدي الانسان نحن عنا اياه بنسمي انه لازم هلا بيصير بيرتفع الانقباضي والامور هي. النظير الودي عندك يا هدي الانسان وهالامور هي بيحول الدم بيوجهه من الطرفي للاعضاء والاحشاء. لذلك مشكله مريض ضغط الدم انه ما عنده ترويه للاعضاء الداخليه بجسمه، بتلاقي اي اضطراب ضغط دم بتلاقي عنده مشاكل عندي اياها بصر، بالمعده، بالكولون، بالامور تبع عفوا بمنطقه القضيب عند الرجل، عند الراس، عند الامور هي، بتلاقي كل هاي الاعضاء توترت. يعني هاي اهم شيء مريض الضغط بده يدير باله هلا على اعضائه، لانه هي مو لعبه، هي اذا دمرت خاصه الاوعيه الدمويه الدقيقه فيها. وقت بصير انبساطي، ونحن بنقول افظع نوع انواع الضغط وقت بيكون الضغط الواطي هو اللي عالي. ليه؟ لانه انا ممكن اتوتر خمس دقائق، سبع دقائق، ممكن اتوتر ساعه، لكن انا اذا بنومي وبفتره راحتي ضغط دمي هو العالي هو اللي حيدمر الشرايين، لانه ضغط الدم الانبساطي هو اللي بيتعاطى معك على طول بفتره راحتك، فتره امور الريلاكس والقصص هي.
فوقت بيكون بيقيسه مريض الضغط بيلاقي هو اللي عالي هو الاخطر من ما انا ضغط الدم العالي هو اللي عالي. تمام. فهون بقى هي المشاكل هي جاي نحكي عنها، هذا اللي بخوف اكثر. نحن اكيد نذكر مشاهدينا اللي كل عم يتابعونا اكيد انه فيكم تواصلوا معنا على الارقام اللي رح تظهر هلا على الشاشه لحتى تواصلوا مع الدكتوره ثواب وتسالوها عن موضوع ارتفاع الضغط الشرياني. مثل ما قلنا دكتوره عم نحكي اليوم على ارتفاع الضغط الثانوي والدائم، اذا نحن اليوم عم نحكي شوي على حاله عرضيه، خلينا نقول شو بتكون ممكن اسباب حدوثها وكيف نحن بنقدر نشخصها التشخيص الصحيح. العرضيه اولا بيكون ارتفاع اول شيء نسبه الكورتيزول بالدم، اي توتر بيرفع الكورتيزول ببلش عندي يا ينضخ الدم بنسبه عاليه لاوعيه دمويه طرفيه، اذا كان هذا الانسان بيعاني من تضيق شوي بالاوعيه الدمويه الشعريه ببلش هذا الارتفاع التوتر الشرياني يتدرج شوي شوي ويتسلل له، بيصير بيكون عندك اذا كان في ستريس مستمر بعمله باعمال معينه في لها ستريس مستمر فورا هذا الانسان معرض لتوتر ضغط شرياني مرتفع وهذا معرض لحبه ضغط فيما بعد بفترات متقدمه. النقطه الثانيه اللي انا بدي اقول عليها غير هي غير مشاكل الكلى طبعا والاذن هذا بيكون خلل اساسي، القصه اللي هي شيء كثير كثير غلط انه يجي واحد يقول لك انت من كثر ما بتاكل ملح عندك اياها بصير عندك هذا لا حكي فاضي، مو يعني انا عم اقول انه الملح ما بيرفع توتر الضغط الشرياني، مو من احد اسباب السبب الوحيد السبب الاساسي مو هو حتى سبب يعني تماما. هلا الشيء اللي بيهمني امره غير الكورتيزول والامور هي نقص فيتامين د بالجسم، هلا هذا الاكثر سبب اكثر ناس معرضين لتوتر الضغط الشرياني هن الناس اللي عندها نقص حاد بفيتامين د، هذا الفيتامين رهيب جدا هو هذا مرض العصر هلا دكتوره يعني كل الناس عم تعاني منه معظمنا يعني حتى نحن عندنا حتى استقلاب فيتامين د حتى وقت عم نفوته كمكمل ما عم يكون بالشكل الفعال نحن بالجسم. الشيء اللي بيهمني امره كمان عندك يا هندسه الاوعيه الدمويه مثل ما قلتي الخلقيه، يعني في ناس عندك يا خلق بالدي ان اي تبعها خلقيا هي عندك يا التوتر الضغط الشرياني عندها مرتفع، بس هي بيكون رب العالمين حاطط لها اوعيه دمويه صلبه يعني ماشي امورها مرينه وامورها ومتاقلمه مع حالها. القصه اللي بيهمني امره بكل هالنقطه الموضوع هي انه انا بالنسبه لي الضغط الشرياني لا تتعامل معه كانه مرض، هذا اجى اذا بحالات بسيطه لتركز رايح على امتحان هذا شيء لازم يكون اساسا. انا ضل خفض ضغطي خفض ضغطي خفض ضغطي غلط حتى التركيز ما بيصير شيء صح عندي. صار عندي ايام متكرره هي الحالات وصار هاجمني هالامور هي مبين على فكره حتى من دون ما انا اقيس بتحس في توتر بقرفه العين، في ناس عندك اياها شوي بصير احمر على بعينها ضغط العين بيعلى هالامور هي، في ناس وشه باذنيها بتلاقي حالها بلشت شوي عندك اياها ما تحس هي كلها هي اعراض ضغط، طرقه القلب المفاجئه وانا بحالاتي المسترخيه هي الطرقه هي لازم نعرف شو قصتها، نقصت حد نقص حديد نقص شارده او عندي يا مشكله توتر ضغط عندي يا. اللي بيهمني بالموضوع كله نحن حتى ما نفوت بقصه اسباب وقصص وسير بدي اعطي شوي تركيز للحلقه على الحلول، لانه نحن عندنا مشكله انه بنضل نشرح وهيك ومن ما بنعطي الحل ما بنلحله للحل نحكي عنه. تمام دكتوره من بعد اذنك رح نحكي اكيد عن الحلول، بس احمد معنا اتصال عشان ما نتاخر عليه بس نجاوبه على سؤاله ومن بعده اكيد رح نفوت بتفاصيل التغذيه بعمق. يعني صباح الخير احمد من الشام. صباح الخير يا احمد. اي احمد من الشام. اهلا وسهلا فيك، تفضل دكتوره مع حضرتك. يسعد صباحكم وصباحك يا رب. يا اهلا وسهلا. اهلا مرحبا دكتوره. اهلا وسهلا يا اخي. مرحبا دكتوره. يا اهلا وسهلا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. دكتورة أنا من 15 سنة تعرضت على يعني زعل شديد. تعرضت لشو؟ تعرضت لزعل شديد. أيوة وحسيت يعني شيء براسي هيك ضغط ضغط شديد ضغط هيك توتر. بالضبط. ضغط شديد. تمام أحمد. وحسيت براسي في شيء يعني هيك يعني يعني شيء تقل يعني هيك في تقل بالراس صار ضغط على راسي وانزعجت كثير وهيك وحسيت صار من هذيك الاثناء صارت حبه الضغط رفيتها. ايه وما عالجت حالي وما عالجت لا ضغط ولا عالجت شيء يعني وظلتني مستمر واخذ مسكنات وعالجت نفسي يعني شويه معي شويه اكتئاب تعالجت يعني بس ما اخذت يعني بالضغط وهيك امور الضغط وما حاليا شو صاير معه؟ ايه بدي انه فيني هلا مثلا
هلا في دواء ضغط معه؟ في دواء ضغط؟ صار معي مثلا نتيجة الضغط. لا لا ما في دواء ضغط. لا ما باخذ ضغطك قد ايه هلا حاليا؟ ضغطك الوسطي قد ايه؟ لا لا قد ايه؟ تقريبا عم يوصل 12 13 احيانا. طيب 14 قليل. طيب ماشي. شو اسمعني يا اخي اسمعني. شكرا احمد. هلا هو خايف انه يصير معه ضغط، انه تعرض لضغط لزعل قوي جدا، وهذا حكينا ارتفاع الكورتيزول اكبر سبب عند اياه بسبب توتر، بفوت العالم انسان بدوامه الضغط. هلا شوف يا صديقنا الكريم، اول شيء انا بقول لك يا اول ما تفيق صباحا عندك 7 زيتونات بالنسبه لنا وحبتين مجففه. هلا نحن حنركض شوي، ححدد لك كم اكله، هدول لازم يكونوا رفقاتك معك خلال السنه كلياتها، حتى يكونوا رفقاتك العمر كله. اللي بيهمني امره انه فيتامين سي موجود هذا عندك يا وين؟ وين بيكون فيتامين سي؟ روح الحقه. يعني اهم شيء لشيء اسمه مرونه الشريان والتوتر الاوعيه الدمويه عندك يا فيتامين سي، لانه بيحافظ لك على كولاجين وعائك مرين. النقطه الثانيه بودره الثوم عنا اياها. البودرة الثوم ليش انا عم اقول بودره الثوم اكثر من الثوم؟ لانه هذا الانسان تعرض لشيء اسمه اضطراب ضغط. بودرة الثوم تحوي على مغنيسيوم ومادة الألايسين أكثر من الثوم الفريش. حيتفاجئوا الإخوان المشاهدين كيف نحن وقت بنقول تين والتين المجفف، مع إنه أنا بحب كل شيء فريش، الفكرة وقت بتجففي في أي ثمرة بيزداد تركيز بعض المواد الفعالة وبيروح تركيز زيوت الطيارة. هلا زيوت الطيارة كثير مهمة لمريض الضغط، ما عم بحكي عنها، بس هي بتعطيك جرعة كمان من مادة كثير رائعة جدا عندي اياها، مضاد التهاب لأي ممكن يصير بالوعاء الدموي. كل العالم بتفكر كمان الوعاء الدموي إنه هو مو كائن حيوي، يعني ممكن هذا يلتهب حتى، وحتى بتشوفي على المدى البعيد كثرة الأدوية والقصص هي والبرونة وهي بيصير تكسر، خاصة أدوية الضغط معظمها فيها حاصلات كالسيوم، بتجمد الكالسيوم بقلب جدار الوعاء الدموي، وبيصير عندك يا قابلية إنه ما أخذ الحبة ثاني نهار، عندك يا قابليته للتكسر عالية جدا، كيف صخرة قاعدة بعز الشمس عندي إياها وتعرضت لبرودة الليل فبتلاقيها شققت، فهذا الفيتامين سي بيمنع عندي إياها تكسر الشرايين والأوعية الدموية. الشيء الأهم من هيك يا أستاذنا الكريم، غير فيتامين سي عندي إياها وبودرة الثوم، زيت الزيتون. هذا زيت الزيتون أنا بتفاجأ بالنسبة لأي إنسان بده يفوت عندك إياها على ببحث لنا أدوية الضغط على هالطاولة، ما بلاقي لا حبة مغنيسيوم ولا بلاقي حبة فيتامين إي. أهم شيء لمريض ضغط الدم عندي إياه فيتامين إي والمغنيسيوم قبل ما يفوت بدوامة حبة تجر حبة. طبعا نحن ما عم نحكي عن أبدا أدوية الضغط، ولا بدي يفوت بعالمها، الدكاترة بتعرف كيف توصفها وبتعرف تراكيزها، لأنه أساسا أدوية الضغط بتصنف بعدة أصناف، معظمها بتكون يا مدرات يا حاصلات كالسيوم، بتحجز الكالسيوم بجدار حتى لو تعرض لضغط ما مثل ما بيقولوا يخسر يتكسر الوعاء الدموي أو ينفجر الوعاء الدموي، لذلك بيصلبوه للوعاء بشكل كثير رهيب عن طريق حاصلات الكالسيوم. والمدرات اللي بتخسر نسبة عالية جدا فيها من البوتاسيوم والمغنيسيوم. الفكرة الثالثة انك كل ما اكلت بوتاسيوم، شيء فيه بوتاسيوم عندك يا ومغنيسيوم، كل ما انت نسيت شيء انك تتعرض يوما من الايام لضغط الدم. وين هدول موجودين؟ هدول موجودين عندك اياها بالوريقات الخضراء. هلا نحن بنقول على طول عطينا قلنا البقدونس فرمويا يا جماعه، حتى اذا ما بدكم تحطوه مع الليمون، مع انه هو مقبول جدا مع الليمون، بيعطيك دفقه من البوتاسيوم عاليه، الجسم بيحتاج لفوق لكميات عاليه جدا من البوتاسيوم يوميا، ونحن يوميا ما بناخذ مو تمن حاجتنا، نص التمن ما بناخذها. فالفكرة الأساسية كثير بهم إني أنا نزل بوتاسيوم على جسمي. وين بتلاقي البوتاسيوم؟ حاليا ما فيني أقول لك موزيا بهالأوقات هي، حقول لك على شغلة كثير خفيفة عندي إياها، وأول ما ينزل القرع يعني. القرع أو اليقطين ساوي هذا الحكي، إني تحاول إنك تاكله بنسبة كثير عالية، القرع يحتوي على نسبة بوتاسيوم لا بأس فيها ولو إنه الموز هو أعلى. الشيء الثاني في شربات مكملات غذائية فيها بوتاسيوم، يعني مو غلط إني أنا أشربها لأنه عم تسف أدوية، ما بتلاقي أدوية العالم غير فيتامينات بي وفيتامينات فوق بعض البعض وما عارفان، والواحد ما عم ياخذ فائدة من أنا بقول إنه الإنسان يهتم بالمغنيسيوم والبوتاسيوم من أهم من الفيتامينات حتى، لأنه هي الشوارد اللي بتحافظ لك على كهربة الدم وكهربة الأوعية الدموية، يعني هي رقم واحد لمريض ضغط. فيتامين إي
فيتامين اي بيعمل لك مرونه بالشريان بشكل رهيب جدا. الناس اللي عندها نسبه فايتامين هلا بالبحر اللي بتطلع على البحر وبتمشي على 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 هي ما عندها توتر ضغط شرياني، اكلها كلها زيتون بالزيت البلدي. هذا هي وصفه الزيتون تبعنا نازل من السماء. هلا حنحكي هلا وصفتين كثير هامين لمريض حنحكيهم اكيد للوسط، مثل ما قلنا هلا حنركز على موضوع التغذيه اكثر وعلى موضوع الحلول. حناخذ اتصال ثاني. صباح الخير. الو، اهلا وسهلا فيك، سعد صباحك. صباح. اهلا وسهلا فيك تركي، تفضل شو سؤالك للدكتوره؟ والله بدي احكي مع الدكتوره. تفضل. دكتورة أنا في عندي زوجتي مريضة ضغط، عم تاخذ دواء نوركان. لوكسوتان؟ على مريضة ضغط. وانفقد هذا الدواء. انفقد نوركان. شو؟ لوركان؟ إي دواء ضغط يعني. دواء ضغط ما هي؟ نوركان. أوكي. إيه. تمام. إيه. نعم. إيه. طيب شو السؤال؟ انفقد هذا الدواء وما في بديله يعني. ايوه شو بديل دواء الضغط؟ كثير سؤالك حلو، انه يكون سعره عالي. اول شيء توجه يا صديقنا الكريم لطبيبه، هي اول شيء. عم بيقول انه انقطع الدواء. لانه ايه انقطع اكيد في له بديل عندنا اياه، وبتمنى يكون طبيبه يعطيها الاخف. وانتبه عندي يا اخي شو حقول لك، قبل الغداء عندها وقبل العشاء فنجان نصه زيت حيكون ومعلقه خل عليه. هذا النص الزيت ومعلقة خل عليه عندك ياها بيتاخذ قبل الغداء وقبل العشاء، هي نقطة. النقطة الثانية روح جيب لها بودرة الثوم، بودرة الثوم عندها بمقدار معلقة صغيرة صباحا على الريق، إذا معدتها بتتدشى بعد فطورة مباشرة، هذا بيعطيها نسبة عالية من المغنيسيوم وبينزل. انتجه على المكملات الغذائية اللي فيها سترات المغنيسيوم. سترات، انتبه على هالكلمة يا أخي، سترات المغنيسيوم، ما بدي مركب كربونات مغنيسيوم أو هدول المركبات اللاعضوية، بدي أنا سترات المغنيسيوم. هذا شو بيعمل؟ بيعمل مرونة جدا وبيعمل توازن شوارد بجسمها. الشيء اللي بيهمني أمره يوميا عنده عصير من المواد الخضراء، يعني مثلا إذا موز ما بيلتقى بالبلد شوي هلأ غالي، بنعمل عنا يا عصير بقدونس. هلأ نحن ببلادنا ما بنعرف ناكل سبانخ كتير والكلوروفيل وهي نعصرها. هلا عصير البقدونس كثير خافض للضغط. هذا الزيتون يكون من اكلها الهي بس يكون ملحه قليل. النقطه الثانيه كثير تهتم لها بامعائها، امعائها لازم يفوت عليها حبه من هدول جراثيم الامعاء اسمها البروبايوتيك. هدول شو بيولدوا؟ بيولدوا عندي اياها شيء اسمه مضاد التهاب الاوعيه الدمويه، خاصه للناس اللي صار عندها دواء ضغط مزمن، فبيصير تعرض هذا الوعاء الدموي للالتهابات عالي. لكن ليش نحن بنحط الثوم وحبه البروبايوتيك لمريض الضغط؟ ما بتلاقي نحن ليش بنقول اللبن كثير بيساعد على هالامور؟ لكن وين مشكلتي صايره عند اللبن؟ اللبن عنده صاير كارثه بشريه هالايام من كثر المضادات الحيويه اللي فيه. يعني جاي انا بالنسبه لي بدي اعالج وعاء دموي ممكن يتعرض لالتهاب خفي. احيانا بتطلع على الجسم ما احلاه، بتطلعي على التحاليل بتلاقي فيه ماده اسمها سي ار بي، تحليل سي ار بي مرتفع، بتدوري على السبب يقول لك ما عم عارين من شيء اسمه الالتهابات الخفيه بالجسم. من احد الالتهابات الخفيه بالجسم اللي بتسبب توتر الضغط الشرياني هي التهابات جدران الاوعيه الدمويه، لانه نحن البكتيريا الصح انفقدت بامعائنا. يعني بناخذ اكل ميت، والنقطه الثانيه ما في نحن نصنع بكتيريا نافعه، يعني هذا اللي بالامعاء والهضم اللي عم يدمروا ادويه الالتهاب والقصص. مشان ما طول على اخي هلا نحن بنرجع البروبايوتيك كثير رائعه. اذا لقيت الاسم صعب اسال الصيدلي عن البكتيريا النافعه للامعاء، اعطيني حبه لها. هلا نحن اذا ما بدنا نعرف نحطها بالشكل الطبيعي، نحن بخل التفاح بنلاقيها. تصوري بالمخلل بنلاقيها، بتقولي لي عم توصفي مخلل مريض ضغط وهالقصص هي، برجع بقول يا جماعه نحن الشائع عندنا المعلومه السطحيه جدا قيم الملح وعود بلا ملح بتتعالج من الضغط، وهي افشل معلومه بالكره الارضيه. اذا فيك تاخذ قطعه مخلل تنقعها تقلل ملحها وتاكلها. الخل التفاح فيه بكتيريا، لكن شلون تساوي صار خل؟ عن طريق بكتيريا معينه عندك اياها، هي البكتيريا بتعزز لك خفض الضغط على المدى البعيد، وبتلاقي حالك حتى لو انقطع مدامتك ان شاء الله ما تعرضت لاي اذى. حلوه هي المعلومات دكتوره، وعن جد يعني فيك عادات هي وتقاليد ما بعرف كيف بنتوارثها وبتصير عن جد بفكرنا يمكن كثير صعب انه بقى الواحد يغيرها. كمان رح ناخذ اتصال من رانيا. صباح الخير رانيا.
صباح الخير، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. تفضلي دكتوره مع حضرتك، شو سؤالك؟ يعطيك العافيه دكتوره. يا اهلا وسهلا. لو سمحتي الله يكرمك دكتوره، انا مريضه ضغط وباخذ هيبوتي. ما اخذ الدواء كل يوم باستمرار، بضل ضغطي 15 على 9 او 15 على 10. طيب دواء الضغط مع دواء الضغط. طيب ايه، وعندي وجع راس فظيع، انا متعرضه لجلطه ارتفع عندي ضغط العين اليمين، تعرضت للجلطه فلهلا راسي بيجعني محل الجلطه، محل ما كان عندي الجلطه. طيب. وبحس في ارتخاء بالعين اليمين بس يجعني راسي. طيب هلا الناس يتعرضوا لا سمح الله لمشاكل قلبيه ومشاكل جلطات مع الضغط، اولا انا بيهمني جدا يعرفوا، برجع بعيد هالمعلومه، اي انسان شاهد هالحلقه يحمل حاله ويكب لي دواء الضغط بين ثاني نهار، كبت الدواء الضغط ثاني نهار بيرفع له الضغط للدنيا يعني لاخر سما. وقت بدك تشيل دواء الضغط في له اليه ان شاء الله حنفرغ حلقه كامله عليها. تماما، هي اولا. الشيء الثاني يا صديقتي، فورا روحي اتجهي اذا كان عندك جلطات شغلتين، روحي جيبي كركديه، هذا الكركديه الميه تبعك، الكركديه الميه تبعك لانك انت متعرضه لجلطات. الشيء الثاني بتروحي بتجيبي ماده اسمها الكركم، بتذوبيها بزيت زيتون، انا اعطيته الوصفه للاخ عندك اللي قبلك، زيت وخل، انت زيت وكركم، هي بتاخذيها قبل الغداء وقبل العشاء. الكركم له خواص طبيعيه بالدم لطيفه جدا على الجسم، وهي بتنسيها ان شاء الله، بتنسي هذا الامر انه صار معك يوما من الايام. اي تأذي وعاء ثاني لا سمح الله بشبه جلطه ثانيه مدمر بيكون للجسم، انتبهي لي بهالنقطه هي. تاخذي الكركم والزيت وعندك شرابك الصباحي هو الكركديه. اي شغلات هلا حينزل بعد شوي التوت الشامي، اي شغلات فيها توت وفريز وفراوله، شوفوا قديش اني انا بحارب الامور المصنعه، الفريز دوروا عليه تدواره حتى لو فريز برادات. روحوا خذوه، اي شيء فيه لونه احمر، الشيء بيفيد مريض الضغط هو عندك يا الشوندر، الكركديه، البطيخ، اي ماده اللي عم تعمل الصباغ اللوني، الفراوله، هدول المواد رائعه لشيء اعاده ترميم عندك يا ما اتلفه دواء الضغط. يعني بيرجع بيعمل مضاد اكسده، بيسحب الشغلات اللي عم ترجع تكسر لك الجدران من جوا. الزيت كثير مهم، اذا صح لك كمان حبه فيتامين اي خديها، فيتامين اي كثير رائعه لإلك عندك يا بهيك حاله. يعني بنتمنى اكيد صحه والسلامه للجميع دكتوره، ودائما الوقت معك بيمضى بسرعه من ضمن المعلومات اللي نحن عم نحكيها اللي بتكون اكيد كثير ان شاء الله. مثل ما خبرنا مشاهدينا بحلقات قادمه ايضا حنكمل بموضوع الضغط وحنحكي تحديدا كيف بدي اسحب للتدريج ان شاء الله، ما يزعلوا اخواننا الاطباء لانه هلا زعلانين كثير شوي. اكيد نحن نتمنى الصحه والسلامه واكيد هن نفس الشيء بدورهم. شكرا كثير دكتوره، اهلا وسهلا فيكي. شكرا كثير.